يقول لك شافك ايش قال يمشي ثلاث قال يمشي علي انت ايش قال يمشي ايش قال يمشي ها صراحة شفت سماد يا اخي ماخذ علي شوف مينون مينون هو كله شتيمة ربنا يتهم العيلة دي ما تتكلمش على حاجة مش شتيمة انت الحين وين مستعير على شو مستعير؟ وين تبي تسير؟ زين ترى لازم زحمة في الشوارع بلاد ما فيها زحمة بلاد ما فيها زحمة وين تتشاهد؟ الناس بيتي دبي حق الزحمة انزين المراد صلاح ودر التليفون الحين تبي تصير انت تبي تصير عندكم عيسى؟ ايه شو اسمها بقعتهم؟ مزهر مزهر تبي تصير مزهر؟ ايه دل دل ولا ما دل؟ اربع دل ما انت يا رشيد مبارك شو اسمك؟ اسد الدل لا انزين يلا بتصلي في المسيد اللي عند بيتكم عيسى؟ ايه وين صرت البارح وين جيت؟ والله بين حجرة بس ما ظهرت من الحجرة؟ بس عن زبو ها؟ ما ظهرتوا؟ لا ولا صرتوا أي مكان؟ كوفي أي كوفي؟ شهيت بتكار على تحت في اللوبي لوبي واليوم وين تريقتوا؟ ها؟ تريقتوا وين؟ وحي وين تبي تسير؟ ما 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 الحين وين تبي تسير؟ ما أعرف وين قاعد تبي تسير؟ وين بتغدى اليوم؟ ها اخر كلام وين تبي تتغدى عيسى عيسى جديد عيسى بن عبد الجليل شو 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 الاسم جديد رهين عبد الجليل الفهيم ايوه ما شاء الله عليك زين انت حبة تتقدمني بس سير هناك زين نحب نخلص ونيكم هناك هناك الروبيه مزهر من توصل تقاود ويا مشعل شرط اسبوع اللي خطف زين بتتجدمون عند حق الصلاه ونحب نيكم سيد هناك زين تاخرتوا يا زحام لا والحلاق اخرت حلاق حلقت ايدانك ولا شعرك لا ولا صدق انت تناخر وانت راقد لا اسال اسد ولا لك اسد شو ناخر صلاح لا ضحكت انت قلت كمان ما علي ما ظني في الدنيا حد يناخر خياراتك خايف لي طب ما انا يعني ليا تاريخ فول وطعميه صح؟ الدور اللي تحت دكان مطعم يا ماما انت بتشرب ولا تعمل حمام؟ بول وايد وايد بول بول كتير تشرب كتير؟ ايه لا شاي شاي طعمه ايه؟ اديني فرصة ورد خلاص خلص ارحم نفسك هات الكوب لا والله اعصرها لك بتحس بايه؟ ايه اللي بيوجعك؟ ايه وادي ايه اللي بيوجعك؟ نكشف عليك انا شو سوالك؟ شو سوالك؟ حط له سماعة انزين وبعدين؟ حط سماعة فين؟ يخبرك يقول لك تسوي له منظار الدكتور منظار حط منظار فين؟ في بقك في بقك؟ يا وعمل ايه بقى لما حط في بقك؟ قال يا قال ايه؟ بس كده قال لك مبروك في حل؟ صح حوس على ويلاتي بس يا العياد اخ عليك اخ عليك اخوك حبيبك قول السلام عليكم وبركاته ورحمه الله وبركاته نيمين زين وين سايرين احنا حينه
نسيت؟ عيسى. بيت عيسى. لي. شوف صلاح يوم بغى يستعمل أسانسير هوس على هذا. أيوة. انت عادة انت يوم بتي تهوس على الاثنين، يعني اللي ساير فوق واللي ساير جاي تحت هذيك يعني نهرا ظاهر فوق توجفي طالع وجهك شو يبى في وجهك؟ مش عايز تقف جنبي؟ نعم. ريحتي وحشة؟ ما سبح ما تسبح لا تسبح اليوم حبيبي صلي حرام حبيبي حرام ها؟ هذا البوفيه مالهم الغداء زين بتغدى تحينه ولا بتغدى عند قوم عيسى شو رايك ولا تغدى وليتين شوي بتاكل من هني شوي ومن هناك شوي هذا حبيبي شو هذا خليه صلاه صلاه شو لا شوف خالد شوف انت يلا شوف ها شوف ولا تدوق لا ها تبى من هذا؟ زين من هذا وبعد هذا خذها هني من هذا؟ ان شاء الله كم وقت؟ كم حبه؟ هاي السلطه مالتهم ها خالد شاحه زعبان يلا صلاح طال شو تبى؟ ولا تبى تتغدى بيت قوم عيسى وباسم تغدى هني شو رايك؟ ولا اثنين تغدى مرتين؟ شيء تغدى من غدا الفندق شوي شوي شو رايك؟ ونصير بعدين تغدى في بيت قوم عيسى تغدى مرتين؟ تاب صلاح حراح امتي على وكلام هذا قال انا بتكلم معك باقل قلنا لك باقل من قبل انت ما تضيع الصدج شو قلنا يعني مرة هنا مرة هناك والعشاء واحدة كمان واحدة هنا واحدة يلا 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 صلاح بلاك تطلع بوادم هكذا اي ها عليكم السلام سيد شو هاي يخرب بيت يخرب بيته عيب هذا لا حرام حبيبي انا ما عنديش بيت اصلا نعمين مش نعم واحده ينعم عليك الله انا امشي اسد وهاجي مكانه خالد اعمل لي اقامه هنا انت مش عارف ليه انت عايز اسد يعني ينفع اقعد معاك انا ولا مش هتحبني اقعد معاك؟ لا ليه؟ بخاطر ليه انا خايف انا طيب مستقيم ايه ده؟ حبيت انا بحبك قوس حبك قرص؟ حبك قرص و10 خرص بالمصري سالته اقول له علي شو رايك في المكان اللي زرته؟ انت زرت ابو ظبي ودبي شو رايك؟ شو اللي شفته حاليا؟ زي شو بيت العروس يعني ايه علي زي بيت العروسه الناس تعرف زي بيت العروسه تخيل انت عروسه بقى داخله بيت جديد شكله ايه كل حاجه جديده كل حاجه جميله كل حاجه شيك كل حاجه يعني حنيت تشوف حاجه قديمه لا هرجع مصر اشوف بقى القديم مش لاقي مش شايف حاجه مصديه لا 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 مفيش ولا تراب ولا صلاح عطب يا ابو تليفونك يا حبيبي يا صلاح شو حبيبي؟ تعال جوعان؟ الساعة 6 بابا نسي متريج من الساعة 6 جوعان يعني طيب هات يا صلاح فلوس سلف هعدها لك اول ما ارجع مصر وين؟ يعني انا جاي عند ناس فوق يعني بخيلة هات يا صلاح مش انت بخيل انت او طلع الفلوس يا صلاح او طلع هات بقى صلاح حرام قطع 10 بعتك من فلوسي لا حرامي لا يا ويلك بتعطيه عطى من فلوسك انت لا ويت لا لازم تعطيه حرام معك يا صلاح بيقول ايه ده شو صلاح بيقول ايه يعني يا صلاح هتبقى مبروكة فيها بركة عن فلوس خيالك اديني انت بقى فلوس من فلوسك انت هو مثلا بالليل بالليل ماشي مساج حب مساج بانكوك نفسك تاكل ايه بقى؟ مساء عند عيسى لحمة شوف لسه هتشوف يقول لك يبغى يشوف روحه اه يعني لما يشوف الاول الاكل يختار هي
نفسك فيه؟ عايز تاكل ايه؟ حتى لو مش موجود عايزك تاكل ايه؟ لحم برياني؟ اشوف ابا اشوف. هو يقول يا ابني روح اشوف ويتنقى. شو يقول لك؟ شو تقول له صلاح؟ لا منكم يقول لك صلى يوم الجمعه في المزهر في المسيد هذا. فاكره يعني. هو فاكر. صح؟ وين بيت عيسى حينه؟ وين وراء؟ انا صعب. وين وين وين؟ يمين ولا يسار ولا؟ لا من يمين. يمين؟ وينه؟ هاي هو بيت. وين؟ ما شاء الله. تستاهلين يوم ثاني تستاهلين. الله يطول عمرك كل سنه في الحول ان شاء الله. الحين ما بنشتري غير عنده ابزار وحق رمضان وبناخذ الدهن. هاي يا عمتي ابلة الدهنه من عند الخالدي. هذا؟ نعم. يا سلام احسن دهن شفته في حياتي دهن خالدي. هذا عيال ابنه. سعيد من هو هذا؟ محمد. لا هذا ابو محمد. محمد لا ابو محمد. ابويا ياسر. ياسر بن محمد بن سعيد بن احمد بن خلف بن خديجه. قول بن خديجه. شو منو؟ محمد خديجه. ايوه هذا يستوي. ولد خالك انت؟ يعرف هذا ولد خالك محمد. محمد محمد محمد. اي اليوم بتصير عندهم انت زين؟ اليوم تبي تصير عند خديجه بتهامل في ند الشبع. تصير عندها بالتقهوى العصر. بين العصر والمغرب. شو رايك؟ بينورنا. صراحه مشكلة. بتصير عند خديجة بتهامل. أم أحمد عازم تنك على فريال قهوة. لا مشكلة. ماشي مشكلة؟ مشكلة. ومن هناك بتصير أنت الفندق. لا أدري وش بتجلس هناك لتتعشى عندهم؟ لا 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 بس قهوة. شي ما يتعشى؟ لا 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 صار حرقة خفيف حبيبي. منزور باطنة. يصير الحمام واحد. في نسيج ولا لا؟ هنا. لا 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 بس شاي شاي وقهوة. شاي بالنعناع يبا. حق المباول. لا شاي بالنعناع يبا. تعرف شو هذا فيه؟ شو هذا؟ 3000. ها؟ هاي كل فيه خردة. انت ما تجسم بخاشيش؟ في بخاشيش. انت ما تجسم كل يوم قنبو عشر قنبو عشر؟ ابو محمد خارد لك بيزات وايد كلهم قنبو عشر. ليش شو جسم؟ ماشي مشكلة. يوم ودهن جسمهن. جسم بس تخلي شيء منهم على قنبو عشر قنبو عشرين عطل قنبو خمسين لا تعطي كل قنبو عشرين قنبو عشر. بنقرونه ابوي هاي الحين بتصارخ ويا صلاح. اي ابوي قام بالك طريق تحمل منها طيرين. ها صلاح تعرف هذا منو؟ صلاح صلاح هذا عبد الله. عبد الله عبد الله عبد الله الحسني داود العروس فنانه. محمد نعم أمانة. فرصة سعيدة. نعم سعيد. وفرحنا بشوفك. يعني الله يحفظك. الله الله في صلاح. صلاح. ايه تحمل اختطفونك. هل ند الشبع. ايه تحمل. يا سلم على خالو خديجة صلاح. على الخشم. كفو كفو كفو. مال ابو محمد. يلا حبيت يتبعكم الدري والليم بيتكم خالي. يلا اسال واحد. لا يعرف حبيبي بيتبعكم. هذا هو؟ اي وين؟ باكر الغداء مع بعض بيت ابو محمد عيسى بن عبد الجليل. يلا في ذات الله. ليلك يا صلاح. ايه حلو ده. حلو ده بتتاكل ليه؟ لا يا ده مش معقول والله. ورد ورد. ها وده كل ده عايز كان كل زي اللي بتعمله في البيت صح؟ احلى زيه اللي بتعمله احلى. ها اكيد.
وينك الخالدي وينك مروحين سايرين سايرين يا ولد بن حنظول لو بدي حياك ما انطرش لك الطرات فلك طيب علي بنروح الممشى مال خوانيج نتمشى ليه بنصلي المغرب الحين وبنيد العشاء بنصلي العشاء ونحرادين ايش رايك شكرا لك ضري على التوصيله الجميله هذه يا لك تسلم يا شيخ يا ولد الشيخ يا الله يحفظ المزاريع من وين يوتنا التو تحياتي للوالده العزيزه الغالي اللي تسوى العين ونوم العين يا الله يحفظها ان شاء الله ام احمد تسلم على الوالده اللي تسوى العين وام العين هيا بنت سعيد بن محمد المزروعي يعني الله يحفظها ام احمد طول بعمرها ادركنا المغرب ونحن مره قرب الممشى عدنا في مسجد حياه احمد الحباي له الجنه دخلنا نصلي فيه يعني الله يحفظكم المسجد هذا مش مثل أي مسجد مسجد الله كلها زينة وكلها بيوت الله يا غير يعني لك أن تحس في المسجد هذا أن فيه متابعة متابعة من اللي بانين المسجد مش من اللي المقاول يعني شوف الزل مثلا الزل صوف 100% يا غير ريحته شرات مسج الغزال شغل شغل ولايتي سبحانك يا رب يا غير ريحته كل ركن من أركان المسجد ريحته تفوتخ مسج الغزال تفوتخ في المسجد بكبرة جديت العام ريحته كل عود تفوتخ واليوم ريحته مسج الغزال ريح الخنين حتى في الممرات الخارجية اللي عند باب ويه المسجد سبحانك يا رب يعني تحر حد راش ريح دور ما دار المسجد شيء جميل ما شاء الله المسجد تبارك الرحمن يا يعني الله يغفر ان شاء الله من بنانه المسجد البركه ان شاء الله في ذريته اللي بنوا له المسجد كان مبنى يعني من عقب وفاته ولا كان مبنى في حياته ويزاهم الله خير الجزاء عن هالعنايه اللي هم معتنينها في هالمسجد سبحانك يا رب شيء جميل يثلج الصدر المسايد اللي مرات كلهن عن بكره ابيهن ما دخلنا المسجد ما في عناية فائقة لكن المسجد هذا تبارك الرحمن
انت من وحيد صورتني؟ عبد الله من الخان. والله نعم فيك. كيف حالك ابو حميد؟ كيف انت؟ الله يسلمك يحفظك. سامحني ترى ياس اسجلك. شو تقول تو؟ والله اقول هالمسيد عرفناه من الخالدي والسناب يوم تمدحه والتريق. هذه هالرمسه متى العام؟ العام انا طارنا من كم شهر يعني من فتره مو قريبه. والحين صدف اني بعد خطفت. اي نعم. واذن المغرب. غريب في الموضوع ان الودي اللي خطفت يوميت المسجد صليت نعم بيحتكلها عود فنان سبحان الله ريحه العود اللي مدخنين به المسجد. اي نعم. شيء غريب عجيب هالودي اروح نفس الريحه. ايه. لقيت ريحه مخالفه سبحان الله اللي هي ريحه مسج الغزال. ايه. غزال روحه عاده ريحه الصوف. ايه. ما تخوز في ريحه غريبه. ايه. ايه. صح زي. لكن ريحه الصوف هذا في ال نعم. اعتقد انه معطر بمسج الغزال. ايه. ريحه خنينه سبحان الله نعم. ايه لا الريحه غاوي ما شاء الله دخل والله اني اطيح انت اياس انا مخلصت العائله بالصلاه. ايه نعم. تم تشرح حق العرب سبحانك يا رب. ايه مسؤول الله خير. والديك شكرا حبيبي وياك الله يحفظك. جزاك الله خير. شكرا حبيبي الله جزاك الله خير. الله يحفظك. مراد ما ادري وين وصلت خرب علي الرجال جزاه الله خير. جزاهم الله خير خير الجزاء ليبانيين هالمسيد بارك الله فيكم. احبابك وسهلا مساك الله بالخير. الله بالنور والسرور. انت حفيتي؟ حفيتي نعم من دارك الفجيره. والله والنعم والنعم. الله ينعم بحالك. الله والنعم والنعم. انا سعيد اني شفت وصلنا. انا سعيد اني شفتكم. انا اسمي سعيد وسعيد اني شفتكم كمان. يعلى الله يحفظك. وشفت المصري. والله كل واحد المصري المصري اقول. ونحن بعد فرحنا بشوفك. البركه فيكم والله. الله يحفظك. لكن المصري ابوك شو تباه انت؟ والله عاد بنسولف وياه نضحك وياه. زين هذا وها انبسط عليه. الله مشكور جزاك الله خير وما قصرت. نحن بعد نفرح بشوفك. البركه فيكم. انت جاي من بلاد ناس طيبين واكرام واحشام. يعلى الله يحفظك ويحفظ البلاد لي. يا علي تمام حلوه الرياضه؟ الرياضه؟ اه لو عندنا المكان زي ده مش هبطل الرياضه. مفيش عندنا مكان زي ده. ايه الاحمر ده اللي بتمشي عليه؟ سيتي وو. لا لا الاحمر ده نوع ايه؟ الريد كاربت. ليه ده المكان المخصص للمشي؟ اه بيبقى مصنوع من ايه ده؟ الاكليريك. يعني ايه؟ ما اعرفش. والله بقى علي من ايه مصنوع؟ اسمنت؟ لا حط ايدك كده تحت. اه زي المطاط بالضبط يا اخو. كده بتحس نفسك كأنك بتطير. اه بتنطط. بتتنطط تتنطط يا اخوي. غزال. غزال ناقصه ديل. غزال ناقصه اسد ياكي. مد يا علي مد. ليه؟ لا والله تعب. وفضل كم لف؟ احنا ربع لف ما كمل. بالنظافة يعني شوف النظافة. بالنظافة يا اخوي قلبي هيوقف. بالنسبه للي يتخبرون عن اللوكيشن مال المسجد حياه احمد بن محمد الحباي ايش قال يطرشون اللوكيشن ما بعرف هذا السناب ماشي ما يطرش اللوكيشن. هذا شارع واللي انت دوار العوير وانت من دوار العوير هيك هذا المسجد ها هذيك هذا الممشى ممشى الخوانيج هذا العود اللي كم كبره والله المسجد ملاصق لنا المسجد مره ملاصق الممشى يعني اللوكيشن السناب ما يطرش اللوكيشن هاك الواتساب اللي يطرش اللوكيشن ما اعرف له كان السناب بعد يطرش اللوكيشن الله اعلم بعد يمكن. ايه رايك في الرياضه يا علي؟ تحفه. ها؟ تحفه. ايه؟ تحفه. ليه؟ صوتك فين؟ هو صوتي بس اللي مش طالع. انا عاده اجري المره دي بس مشيت مشي بس علشانك. ما احنا لما كنا تعبنا من المشي قلنا كنا هنجرب الجري. علي زين؟ لا ليه؟ هو فين البيت؟ هو قريب قريب بالك ساعة بتقول لي قريب. قلبي هيقف بجد والله. علي وين الحين؟ انت رايح فين؟ اول شيء دبي مول بعدين سيتي ووك. لا نروح الاول دبي مول واقعد انا هناك. هي. نروح انت سيتي ووك يا حبيبي امشي لوحدك. ليش ما تبي تمشي علي في سيتي ووك؟ خلاص خلصت كل المشي اللي عندي. خلصت كل مشي وجري وعرق وكل حاجة ما عنديش سادة امشي. اي علي؟ انت مش قلت لي البيت اهو ده اهو رقم كام ده اهو تقول لي عليه وما يطلعش هو طايش والله الحمد لله على السلامه الله يسلمك.
اخيرا وصلنا. وصلنا الحمد لله على سلامتي. علي حلو الدخون؟ عمي بيعملوا ايه بقى ده؟ كده كده بس خلاص بس يلا كده حط تحت بعض وين؟ طار حق الاستاذ علي؟ وين صرت مع الاستاذ خالد؟ ما شاء الله ان شاء الله عجبك دبي غصب عني. الحمد لله الحمد لله كله حلو. الممشى ولا؟ تجاه ها؟ جنني حصلتوا ناس كله سابنا ومشي فطور. لا بس والنبي هذي كريم ايوه للعظم العظم ومرهم للتسلخ التسلخ هاي الناس والله يا شباب قعدت كنت شباب ايه تخف شويه خفه بس التسلخات زادت جو حار وانا مش لابس رياضه انت عارف مش لابس رياضه معذور انزل سبورتس لازم لابس رياضه. علي السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ بنعم وفضل الحمد لله. رقم واحد ولا رقم اثنين؟ ثلاثة مفصص الاساس اللي مناوي اوديك الحين اول شيء دبي مول وعقب نسير سيتي ووك يوم طالعت الساعه ولان ابوي نحن وايد متاخرين فلذلك ابوي بنسير سيد السيتي ووك طبعا طبعا يعني عشان انا كان حقيقتي ان انا اروح دبي مول زين ما اروحش السيتي ووك وبعدين انت بقى عكست لغيت اللي انا عايز اروح ليش انت لغيت السيتي ووك وتبقى تسير دبي مول؟ انا شبعان ماشي مش قادر امشي فانت اسمه سيتي ووك يعني اسمح لنا يا دبي مول ابوي نحن بعدينك اليوم ان نانيك ما الله كتب لنا نصيب الحمد لله اللي يرمس الله يحفظكم الباحة كنا ناويين اول بعد دبي مول وعقب نصير سيتي ووك اليوم بعد ناويين دبي مول وعقب نصير سيتي ووك يا غير ما الله كتب تأخرنا بس بسيسي اي علي زمان كل مره من دول بيجي لها الايصال بتاع فاتوره الكهرباء كل شهر قد كده ليه ده انا شقتي قد كده بيجي لها 200 جنيه بيدفع كام اذا كان شقيتي انا لقد كده بدفع 200 جنيه في الشهر اما العماره دي اللي نتحدث لحد اللي منوره طول الليل لحد الصبح بتدفع كام اليوم انا مدعاي في قهوه اسمها ليتو مدعاي اقول اذا عني هذا الرجال ها قبلت الدعوة والمكان فنان وغاوي وشيوخي ملكي يعني مش أي مش أي كوفي عادي ملكي يعني الله يحفظه عاده سعيد بن صالح القبيسي داعي منو عنده لقيت أنا شخصية عديبها من 27 سنة وكان الأول مديرنا في الشغل حسين الصايق. السلام عليكم. السلام كيف حالك؟ الأول بن صالح وايد وزاد غلاء عاده يوم خلاني اشوفك من عقب هالقطاعه كلها 27 سنه اديبك الى الله يحفظك. كان مديري في الجهاز الاول جهاز وظيفي الاستثمار كان المعلوك النخبه انت اكيد يا غير كنت مديري الاول الى الله يحفظك. طيب سبحانك يا رب حسين الصايق وحسين الفردان عدال بعض والقبيسي هذا ما شاء الله عليه الى الله يحفظه. علي انت شو اسم المحل اللي انت فيه هذا؟ ليتو هذا تعرف شو يعني ليتو؟ لا يا ربي يا الأول استغرب ان الوادم في البسيط قدام اللتو هذا الكوفي يا ربي لا والله من يلومهم كل شيء عندهم رقم واحد لا تقولون ما تعرفون هالشجره فيه هذه بعد اجراء العمليه الجراحيه لها والحمد لله ابشركم ان الشجره بخير وسهاله مره ما تشكي باس.